مسلسل شوف لي حل هو مسلسل تونسي كوميدي عرض لأول مرة في سنة 2005 واستمر عرضه حتى الموسم السادس والأخير الذي عرض في سنة 2009. يحكي المسلسل يوميات طريفة ومضحكة لجيران إحدى العمارات والتي تضم عيادة الطبيب النفساني الدكتور سليمان الأبيض ومحل العرافة جنات، إلى جانب شخصية السبوعي الذي يعمل ممرض في عيادة سليمان الأبيض. شاهدوا اليوم كيف أصبحوا أبطال مسلسل شوف لي حل بعد 19 سنة من عرضه. ولا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد أولا بأول. شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف شوف مقدم البرامج والممثل المسرحي التونسي سفيان الشاعري هو من مواليد سنة 1962. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 2000. لعب دور السبوعي وهو ممرض في عيادة الدكتور سليمان الأبيض. توفي الفنان سفيان سنة 2011 إثر نوبة قلبية مفاجئة. رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. الممثلة التونسية كوثر بالحاج هي من مواليد سنة 1975. بدأت مسيرتها الفنية سنة 2000 في الفيلم التونسي موسم الرجال. لعبت دور عزة زوجة السبوعي. الممثل التونسي توفيق البحري هو من مواليد سنة 1952. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1992. لعب دور الباجي ماتريكس وهو رجل فضولي يملك متجرا لتصليح الآلات الكهرومنزلية. توفي سنة 2021 إثر أزمة قلبية. رحمه الله وأحسن إليه. الممثل المسرحي التونسي فيصل بزين هو من مواليد سنة 1964. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1996 في مسلسل الخطاب على الباب. لعب دور فوشيكا الذي كان يشتغل عند الباجي ثم يصبح حارسا للعمارة. الممثلة المسرحية والسينمائية التونسية منى نور الدين هي من مواليد سنة 1937. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 1954. لعبت دور فضيلة والدة السبوعي وسليمان الأبيض. الممثل المسرحي التونسي كمال التواتي هو من مواليد سنة 1952. يعتبر من أشهر الفنانين في تونس. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1974. لعب دور سليمان الأبيض وهو يعمل كطبيب نفساني في العمارة. الممثلة التونسية جميلة الشيحي هي من مواليد سنة 1972. بدأت رحلتها مع الفن منذ سنة 1998 في مسلسل عشق وحكايات. اشتهرت بدور زينب زوجة سليمان الأبيض. الممثلة التونسية خديجة السويسي هي من مواليد سنة 1944. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 1992. لعبت دور دوجة والدة زينب. توفيت الفنانة خديجة سنة 2018 متأثرة بمرض السرطان. رحمها الله وأحسن إليها. الممثلة التونسية نعيمة الجاني هي من مواليد سنة 1958. بدأت مشوارها الفني منذ سنة 1992 في مسلسل التونسي الدوار بدور سالمة. اشتهرت في شوف لي حل بدور كلثوم وهي مدبرة منزل سليمان الأبيض. الممثلة التونسية يسرى مناعي هي من مواليد سنة 1981. بدأت مسيرتها الفنية في سلسلة شوف لي حل سنة 2005 وهي اليوم مبتعدة عن التمثيل وتعمل كأستاذة مسرح. لعبت دور أماني الأبيض الابنة الكبرى لسليمان. الممثلة التونسية الشهيرة أميمة بن حفصية هي من مواليد سنة 1993 وهي ابنة الفنانة نعيمة الجاني.
بدأت مشوارها الفني وهي في 7 من عمرها في مسلسل منامة عروسية سنة 2000. لعبت دور فاطمة الأبيض ابنة سليمان الصغرى وهي تدرس في الثانوية. الممثلة التونسية ريم زريبي هي من مواليد سنة 1965. بدأت مشوارها الفني منذ سنة 1999 في مسلسل ريح المسك. لعبت دور فايقة المدعوة فوفا صديقة زينب. الممثلة التونسية آمال البكوش هي من مواليد سنة 1956. بدأت مشوارها الفني منذ سنة 1992 في مسلسل الدوار. لعبت دور جنات وهي جارة عائلة الأبيض وصاحبة العمارة وتعمل كعرافة. Run free and dive into the sky. Here the